اليوم نظر في القضية رقم 12 لعادل أنور جابر الشهير بالقنصل أخطر مزور بالإسكندرية. يا ولد أنا مش مستريح لك من ساعة ما شفتك. أنت مين؟ دي شهادة ميلادي. إيه رئيس من الوقت؟ تحب أطلع لك واحدة دلوقتي إن أنا بتشريهان؟ ده أنت بنتك سودة. حرام عليكم تاخدوا اللعبة. إرهابي إرهابي يا ماما. إنا لله وإنا إليه راجعون. من ناحية إن حضرتك ما عشتش حياة نظيفة ربنا يقدرك إن شاء الله. والدي أنا دايخ، أنا أول مرة دلوقتي أعرف يعني إيه حب الأب. تطلب تلاقي كل اللي أنت عاوزه. يا سياسة ده أنت وزة صحيح يا بنت. ما تعرفش الأستاذ عادل ساكن فين؟ أحب الإنترنت. إحنا بقى نقضيها قصة حكيات سا. إحنا كنا اتفقنا يعني قلت شديد الأهمية يا خصام. لا أنا قلت كار. كل أختي وبوسي وبنت عمتي. أيوة بنت عمتك وكاس. تشربي إيه؟ ما هو شربني. شربت؟ طب حس كده بقى يبقى عاشور. أعوذ بالله من الفلوس اللي تيجي من ورا المعصية. اتسجنت كتير ومستعد أحلف لك إن اللي أنت شفته في السجن كوم يا والدي، وإن أنا شفته في المعتقل كوم تاني. أنا القنصل إيدي ترعش وأنا بضرب فيزا. محتاجين صلاح الدين الأيوبي من تاني. ما تقنعه. ممكن أروح دورة المية؟ مفيش بس، وإذا كان على الشغل خلاص، هشتغل مع أبوك. اشتغل مع أبويا؟ عايزك ترجع لصوابك. يا واد أنا عايزك تبقى أحسن واحد في الدنيا. اسمع كلام أبوك. أعوذ بالله. أمال فين السبايك اللي ضيعت جيل بحاله؟ باسبور واحد هتصفر بيه 5-6 زباين. إحنا ما بنشتغلش غير في الإنسان. اسمع كلام ابنك. ده أنت القنصل. هتقتله. واعتل ابني لو خرج شرع الله. يعني تفكر وتخطط وكيف؟ معاك يا ابني القنصل.